الشناوي، لكن تقول لكل جمهور النادي الاهلي قبل اللعيبه. طبعا ببارك للجمهور وببارك للجهاز الفني والاداره، كان موسم صعب والحمد لله خدنا الدوري الحمد لله. ان شاء الله نفكر في الفتره الجايه، عندنا افريقيا خلاص الدوري خلص يعني بالنسبه لنا، خلاص خدناه، نفكر في الماتشات الجايه لتجهيز لافريقيا ان شاء الله. ربنا يكرمنا ويبارك للجمهور، انتوا بالنسبه لنا على طول بتبقوا في ظهرنا وعلى طول انتوا مصدر قوه بالنسبه لنا. وطبعا الحمد لله اللعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه، وبشكرهم كلهم وبشكر كل اللعيبه. ان شاء الله الفتره الجايه هنركز في افريقيا، الماتشات الجايه بالنسبه لنا هتبقى زي ما قلت لك، هتبقى اعداد لافريقيا. ان شاء الله اقول مبروك، مبروك للجمهور والجهاز الفني والاداره، ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. مبروك يا شنو، الف مبروك يا شنو. كابتن ايمن، فرحه كبيره جدا، احمد الشيخ نجم نجوم النادي.